أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع كثيرا من الناس ينادون العمال غير المسلمين ويقولون بهذه العبارة يا صديق، وانتشرت وتهاونت حتى تهاون بها كثير من الناس. السؤال: هل يجوز أن نناديهم بهذه اللفظة أم أنها داخلة في موالاتهم؟ لا يجوز هذا، لا يجوز تنادي الكافر تقول له يا صديق يا حبيب، ما تقول كذا. أما إذا كان العامل مسلم تقول له يا صديق ما يخالف، أو يا حبيب وهو مسلم أجنبي مسلم لا بأس، أما الكافر لا تقول له يا صديق يا حبيب. نعم أحسن الله. يا فلان تناديه باسمه، يا فلان يا عامل كذا. نعم